قضاء البعاج في نينوى أكبر أقضية المحافظة بلا خدمات، وأوضاع السكان هنا صعبة للغاية. قضاء البعاج عاني من كل المعاناة، من المستشفى، من الطرق، عندك الطرق القرى القربية، ولا حد نظر بهذا القضاء بنظرة مثل باقي الأقضية، مثل سنجار، مثل عفر، مثل يعني يسع ما شاء الله عفر بمستشفى، بسنجار بمستشفيات. منذ أكثر من 40 عاما لم ترى هذه المناطق مياه الإسالة، فالجميع هنا يعتمدون على مياه الآبار الارتوازية وحوضيات نقل المياه، والتي عادة ما تكون غير صالحة للاستخدام البشري. يعني هسه عندك مي ماكو بالقضاء نهائيا، صار 40 سنة مستشفى، يعني مستشفى العام ما بيعلاجات، أصلا نسينا شغلة الحنفية نهائيا. مي والله تجي التناكر التانكي بستة وبسبعة وستة ونص، هي المشكلة، اكو ناس ما تقدر على حق التانكي. يرى أهالي القضاء أن الانتخابات المحلية ستمثل فرصة لهم لاختيار المرشح الذي يركز في برامجه الانتخابية على توفير الخدمات الأساسية لهم وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ 4 عقود. حقيقة محافظة نينوى كلها تعاني من نقص في الخدمات، ولكن في قضاء البعاج النقص حاد وكبير جدا في جميع قطاعات الخدمية في قضاء البعاج. يعني إذا أريد أعدد لك القطاع الصحي، مياه الشرب، جميع القطاعات في قضاء البعاج تحتاج إلى ثورة كبيرة لإنصاف المواطنين وتقديم هذه الخدمات لهم. تعيش العديد من الأقضية والنواحي ولا سيما تلك الواقعة في المناطق الغربية من نينوى أزمات عديدة في الخدمات، فما أعيد منها حتى الآن كان بفضل منظمات دولية ومتطوعين ساهموا في دعم العائدين من رحلة نزوح طويلة. من الموصل محمد سالم، UTV.